في سياق يعرف تصاعد النقاش حول أحداث سياسية طبعت المرحلة التي نعيشها، وبدون شك تعطي مؤشرات لتحولات عامة في المنطقة سواء على صعيد الواقع وعلى صعيد الأفكار والمواقف أيضا. انتفاضة المصريين الثانية كانت شيئا متوقعا بالنظر إلى السياق الذي تعيشه مصر، وهو سياق تطبعه وجود ثورة شعبية ما زالت في مخاضاتها الأولى، وبدون شك سيكون لها امتداد في الزمن لكي تستحق أن تسمى ثورة. ولهذا ميزنا دائما بين الانتفاضات وبين الثورة. إذا كانت الانتفاضة هي واقعة قوية تحدث خلخلة أو زعزعة أو انقلاب في وضعية ما، فإن الثورة بدون شك هي ما ينتج عن سلسلة انتفاضات من تحول جذري يغير وضعية الإنسان ويحقق بالتالي الشعارات المرفوعة في انتفاضات الشارع. فنحن نعتبر أن الثورة هي أن تتحقق تلك المطالب والشعارات المرفوعة من طرف الفاعلين الذين يعني أحدثوا أشعلوا فتيل هذه الانتفاضة. أما العوائق والعراقل والصراعات التي تقع بين انتفاضة وانتفاضة فهي بطبيعة الحال من العناصر التي تجعل يعني الواقع يتقدم نحو تحقيق مطالب الثورة.